لطيفة السياف المنومة المغناطيسية الذي تدربت على يد الماستر أحمد هندية كبار المدربين والمعالجين على الصعيد العالم العربي. شاهدوا الفيديو الخاص بها وماذا تقول عن المدرب والمعالج الماستر أحمد هندية خاص بالتنويم المغناطيسي. شاهدوا الفيديو الخاص بها. السلام عليكم، اسمي لطيفة السياف من مدينة طنجة المملكة المغربية بمناسبة نهاية التدريب والتكوين في دورة التنويم المغناطيسي تحت إشراف أحمد هندية، ومصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من يشكر الناس لا يشكر الله. بالشكر الجزيل ووافر للامتنان أشكر الأستاذ هندية أحمد عن المعلومات والاستفادات التي قدمها لنا طيلة المدة التكوين التي أعتبرها منارة العقول ونجاح وتميز وإبداع. كانت الدورة مبهرة في أجواء من الود والمشاعر الصادقة، والتفاعل فيها رائع. حققت لي الكثير في مجال التدريب، وأضافت لي رصيدا ومزيدا من المهارات والقدرات المتميزة. فعد الدورة كان شيق وبسيط ويخلو من التكلف، يصل معاني بسهولة وسلاسة. صراحة كانت دورة ممتعة، استمتعت بها كثيرا، فهو طموح أسمى من كلمات تقال، وهدف يصل بكل إنسان نحو الرقي والتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شاهدتمونها تشكر الماستر أحمد هندية الخاصة بالدورة التكوينية، وتقول على أن الدورة التكوينية فهي سهلة في مراجعتها، وأنها الجميع يحترف بشكل سريع من المدرب أحمد هندية. فأنت كذلك يمكنك أن تتدرب وتتعلم مجال التنويم المغناطيسي بشكل سريع، وتأخذ أهم التقنيات الخاصة بالتنويم المغناطيسي لتصبح ممارس وكذلك معالج بشكل سريع وبشكل سهل وبشكل مضمون وبأقل وقت ممكن. فإذا كنت أنت مهتم لتعلم التنويم المغناطيسي كذلك وتصبح من طلاب المدرب الماستر أحمد هندية، ما عليك فقط التواصل معنا على الواتساب